مشاهدي ومتابعي سبورت ستاتش في كل مكان، معانا مفاجأة كبيرة جدا النهارده، وجود رئيس قطاع ناشئين النادي الاتحاد السكندري كابتن إمام محمدين. كابتن إمام بنرحب بحضرتك. كل سنة وانتم طيبين، وأنا سعيد إني موجود معاكم. كابتن إمام، وجودك في دورة زي دورة الفلكي بيمثل لها طبعا أهمية كبيرة. كابتن، لعب هنا نجوم كبار، كلمنا كابتن عن إحساسك وأنت موجود هنا في دورة الفلكي النهارده. لا والله انا بكمل عامي ال 62 النهارده ما شاء الله، وجاورت لعيبه كبار. اسم الفلكي نفسه كابتن عادل، لعبت معاه في السبعينات والثمانينات، فرقه الكروما ايام ما كانت فرقه كبيره قوي. انا طالع من مناطق شعبيه، انا منطقتي الشعبيه الامام الشافعي، وعشت حياتي كلها في عين شمس منطقه الكابتن الخطيب. طول عمرنا بنلعب الكره الخماسيه دي، والجماهير والعرض الخشب والشبك، واجواء جميله في رمضان سواء كان قبل الفطار او بعد الفطار. اعتقد دوره الفلكي واخده سمعه كبيره، ما ينفعش ابقى في اسكندريه سنتين وما اجيش اتفرج عليها واحضر، لان نجوم عظام من اسكندريه لعبت فيها وشاركت فيها، فده شرف ليا اولا قبل ما يكون شرف ليهم. واحنا بنتواصل مع النواحي الشعبيه في البلد، لان هم دول اصل كره القدم، واحنا كلنا ناس شعبيين وطلعنا من شعبيين، فانا سعيد اني موجود في وسطهم النهارده. كابتن امام كابتن امام محمدين دايما بيلقب بمكتشف النجوم، يعني حضرتك اكتشفت نجوم كتير جدا يا كابتن. حضرتك كنت ماسك قطاع ناشئين نادي انبي، وحاليا ماسك قطاع ناشئين نادي الاتحاد، هل في فرق يا كابتن بين القطاعين؟ يعني حاسس ان في نجوم هنا مش موجوده هناك، حاسس ان اللعيبه هنا مثلا ممكن يبقى ليها شأن؟ لا، انبي عشان احنا مشينا بمنظومه مستدامه بشكل جيد، متخطط لها بشكل جيد، متوفر لها امكانيات ماديه عاليه جدا. يكفي اقول لك انه نادي انبي قبل ما اسيبه واجي هنا بيصرف حوالي 22 مليون جنيه في السنه على الناشئين. عشان ناخد تكلفه بسيطه كده، نقول نادي الاتحاد كان بيصرف ما بين 3 مليون و5 مليون، في فرق. ده بالنسبه للصرف. بالنسبه للموارد الماليه للانديه زي نادي شعبي زي كبير زي نادي الاتحاد، اسم كبير واسم عريق في نادي انبي، ما كملش 20 سنه في المسابقات. طبعا نادي الاتحاد متخطي ال 100 سنه، عدى 100 سنه وتاريخه فيه اساطير كبيره ونجوم عظام. بالتالي كان لازم انت يعني عشان توافق على خطوه زي دي. طبعا ما انكرش ان انا محب الاسكندريه وشعبها والجمهورها، احنا محبين ليك جدا، وكنا بنلعب في انديه للاسف ما كانش ليها جماهير كبيره زي دي. فيمكن في كبر الواحد وهو بينهي حياته في الوظيفه، حبيت اجي الاتحاد اخد بايده شويه، لان كان بيصعب عليا النتائج المخيبه اللي بيحصل لهم، بيجوا يلعبوا قدامي بيخسروا بنتائج كبيره. فكنت انا عشان لعيب زمان وبلعب قدام الاتحاد وبخاف منه وبنهابه، ما ينفعش الاتحاد يبقى باللقمه سائغه زي ما بيقولوا. فلما كلمني الاستاذ محمد الحقيقه جيت قلت له بص، رغم ان الامكانيات الماليه اقل والظروف اقل والبنيه الاساسيه مش كويسه، لكن انا مؤمن ان اسكندريه كمحافظه تانية فيها مواهب، بس اللي يتدور ويتعب شويه. لكن ممكن القطاع كان فيه محسوبيه وساطه، مش عايز اقول فساد، لكن احنا جينا نظفنا الكلام ده كويس قوي، اشتغلنا على محاور كويسه، دورت في مراكز الشباب جوه اسكندريه، لفيت المحافظات القريبه البحيره كفر الشيخ، عملنا جوله في بدايه السنه دي ل 21 محافظه، زرنا 36 لجنه لاكتشاف نجوم. مش عايز اقول لك كفر الشيخ، البحيره، الغربيه، الشرقيه، دهقليه، بحر الاحمر، اسوان، سوهاج، قنا، اسيوط، ما سبناش. قعدنا حوالي 41 يوم بخمس لجان، جبنا حوالي 64 لعيب. كان تخميننا ان احنا هنشتغل على ان الاتحاد يبقى في المربع الذهبي، لكن النتائج جت اكبر مما تخيل. احنا عندنا ماتش يوم الاحد بنحسم فيه، محتاجين نقطه مع الشرقيه الدخان، مواليد 2005 يا كابتن صح؟ عشان ناخد بطوله الجمهوريه. عندنا 2004 2003 حسم المركز الرابع في الجمهوريه، عندنا 2001 خامس. خد بالك بقى، الفرقه دي كانت ترتيبها سابقا 16 و15 و14. قدمنا نجوم للمنتخب، كل الناس لاحظت الفرق يا كابتن، عندنا ولدين في منتخب الشباب.
عندنا 5 6 هيطلعوا من جيل 2005 دول. في ضم 3 لعيبة مفاجأة أول مرة هنا، هينضموا لعماد النحاس بعد مباراة الحد إن شاء الله، هيتم تصعيدهم للفريق الأول يا كابتن. وبنعمل فريق اسمه فريق الأمل، ان شاء الله يبقى حاجه كويسه لنا. كابتن امام والله انا مبسوط جدا ان انا كنت مع حضرتك النهارده، وده شرف كبير ليا والله. ده شرف ليا. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. محافظه عظيمه زي اسكندريه. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن، الله يبارك لك. سلام لك يا كابتن.
Thank you.
Hold it.